الإنجازات أيضا في رصيدها سيارة في ميدان الشحانية وتظهر أيضا بناموس أول الأشواط في صباح هذا اليوم. تعلن الانطلاقة مشاهدينا متابعينا الكرام لثاني الأشواط وهو الشوط الأول للفطامين الجعدان، انطلاقة سليمة ورائعة في مسافتنا المعتادة الكيلو ونصف. الكيلو ننطلق بالصدارة، نتابع حملول حمد بن عبيد بن مبارك بن عبيد الكتبي من انطلق بالصدارة، انطلق بالمقدمة، اندفع بناموس هذا الشوط، ولكن شاهين من الجانب الآخر عبيد بن سالم بن مصبح الغفلي، ومع المركز الثالث زعفران المبارك بن عبد الله بن كنيثم الكتبي، والتسلل التسلل التسلل والقدوم من الحسيني محمد بن علي بن سالم المنصوري من يتسلل مع المركز الثالث رابع. التحديات رعد حمدان بن مهير بن محمد الكتبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، أول أشواط الجعدان في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع المثير، وشاهين على الصدارة عبيد بن سالم بن مصبح الغفلي، ولكن أرى هني الحسيني، أرى الحسيني مع المركز الثاني محمد بن علي بن سالم الربيع المنصوري أيضا من ينطلق مع المركز الثاني. ثالث التحديات هملول حمد بن عبيد بن مبارك الكتبي، والتحديات التحديات مثيرة، وشاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة، يا سلام، اندفاع اندفاع مثير في أول الأشواط بأول التحديات، ولكن الحسيني الحسيني يحاول اللحظات الأخيرة، شاهين منذ البداية منذ البداية، والحسيني قادم، التسلل التسلل الأخير والمثير في اللحظات الأخيرة في الأمتار المجنونة، شاهين والحسيني الحسيني وشاهين، يا سلام يا سلام يا سلام، التحديات مثيرة وناموسي هذا الشوط حاير ما بين شاهين ما بين الحسيني الحسيني الحسيني، اللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة الحسيني. تهانينا لمحمد بن علي سالم المنصوري المركز الثاني، لعبيد بن سالم بن صبح الغفلي المركز الثالث، المركز الثالث مشوش لعبد الله بن فهد بن فهد البادي العتيبي، والمركز الرابع رعد لحمدان بن مهير بن محمد الكتبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود بالتهنئة.